السلام عليكم حبابي وصحابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات وافكار ايمان. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا مع بعضياتنا لي كاب كيك بطريقه سهله وكيجيو غزالين. شوفوا معايا، واخا العجينه كتكون قاصحه فالكيك كيكون كي كتشوفوها وهشيش، فخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والتحضير ديالهم. فرجه ممتعه. احتاجوا ثلاثه د البيضات بحراره ديال المطبخ، جوج ديال الخميرات، لي بيبي د شوكولا كيبقاو حسب الاختيار اللي بغيتوهم كثار ولا قلال. عندي هنا كاس ديال الماء دافي فيه جوج ديال المعالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان. بالنسبه اللي ما عندوش بغا يدير القهوه مقطره يديرها، اللي ما بغاش القهوه بصفه عامه يقدر يعوضها بالحليب اولا دانون. كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت بالنسبه للعبار كيبقى بالعبار ديال كاس ديال العنبه. عندي هنا ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق اللي غربلنا من قبل، وجوج ديال الساشيات ديال الكاكاو حتى هما مغربلين اولا جوج معالق كبار ديال الكاكاو. غناخذوا اناء نديروا فيه البيض، قبيصه ديال الملحه، نضيف السكر ونطربو، نضيف الزيت نضيف القهوة نضيف الخميرة. كيجي الخليط قاصح ما تخافوش منه. وفي الاخر غادي نضيفو لي بيبيت ونخليو شي حاجه باش نزوقو. الخليط ها هو وجد، فغادي نحتفظو به في التلاجة على حسب. بالنسبة للتلاجة ديالو كتبرد مزيان ممكن يخليه نص ساعة يرتاح في التلاجة، اللي التلاجة ديالو ما كتبردش مزيان يخليه ساعة وما تخافو منو كاع نهائيا. فغنخليه واحد، انا غنخليه نص ساعة من بعد ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما كملت نص ساعة ديال لي كوب كيك في التلاجة كيزيدو يقصاحو ما تخافوش. خديت المول ديال لي كوب كيك ودرتهم كويغطات، ودابا غادي نديرو فيهم ثلث من العجينه كل كويغط. ورديت الفران يسخن من الفوق ومن التحت لانه ما غاديش يطيبو بزاف، واحد 10 حتى 15 دقيقه تقريبا يوجدو. غادي نستمر حتى نكملو الكويختات كاملين. دابا غادي نزينو بعد لي بيبيت اللي خلينا من قبل. غادي ندخلهم دابا ان شاء الله يطيبوا. كي قلت لكم قبل انا راه شعله الفران، غادي نطلعوهم يطيبوا غير من الفوق، يعني ما غاديش نديرهم من التحت، غنخليهم غير يطيبوا من الفوق واحد 10 دقائق ونخرجوهم ان شاء الله. بعد ما كملت 10 دقائق في الفران على لي كاب كيك فها هو الشكل النهائي ديالهم. فنتمنى منكم تجربوا الوصفه وخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك وبارطاجيو مع صحابكم. إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.